يا مساء الخير على كل مشاهدينا مشاهدين ترانز على شاشة القناة الأولى. جمعنا لكم كل الأخبار اللي اهتميتوا بيها على مدار الأسبوع على السوشيال ميديا، ودلوقتي هنبتدي زي ما عودناكم دايما بفقرة ترانز أوف ذا ويك. زومبي الغزلان يهدد حياة البشر. ترامب يكشف عن الحرب العالمية الثالثة. العم أبو ضياء يتصدر الترند. زومبي الغزلان أو دير زومبي فيروس، واللي اتكلمت عنه صحيفة الجارديان البريطانية وقالت إنه منتشر في أكتر من 31 ولاية أمريكية. طبعاً شغل كتير من الناس على السوشيال ميديا الموضوع ده وعمل حالة كبيرة جداً من القلق عند كتير منهم. الجارديان قالت إنه المرض بيصيب مخ الغزلان وبيخليها تتصرف تصرفات أشبه بكائنات الزومبي الخيالية، وبيحول في كمان التركيبة الجينية ليهم. يعني مثلا معروف أن الغزلان من الكائنات اللي بتتغذى على الأعشاب، ولكن لو أصابها الفيروس ده بيبقى عندها شراهة للحوم، وزي ما احنا شايفين في الفيديو اللي قدامنا الغزلان بتتصرف تصرفات غريبة جدا. الجارديان كمان أكدت على لسان علماء وخبراء أن في مخاوف من انتشار الفيروس للبشر، وأنه أكبر مشكلة بتواجه العلماء حاليا أن الفيروس ده ملهوش ولا علاج ولا لقاح. الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وفقاً لآخر استطلاعات للرأي، واللي أكدت تراجع فرص الرئيس الحالي جو بايدن بسبب طبعاً سياسته في دعم الكيان المحتل، واللي تسببت في تراجع شعبيته بنسبة كبيرة بين الناخبين خصوصاً الشباب. ترامب كان عامل مؤتمر للمؤيدين ليه الأسبوع ده، وقال فيه تصريحات اتصدرت الترند على السوشيال ميديا، واللي أكد فيه على احتمالية قيام حرب عالمية ثالثة، وقال إنه الحرب دي مش هتكون شبه الحروب العادية اللي احنا نعرفها، ولكن هيكون فيها أسلحة مختلفة تماما ما حدش يعرف عنها أي حاجة. We have a chance of being in a World War III with weapons the likes of which nobody has ever seen before. I've seen them because I've seen what they can do. And this would be obliteration. I say this wouldn't be two army tanks running back and forth shooting. This is obliteration. But we're going to build an iron dome over our country because we want to protect ourselves. We're giving other countries, we give iron domes to other countries, but... أكيد كلنا فاكرين العم أبو ضياء، الجد الفلسطيني الشهير اللي ظهر في فيديو أبكى العالم كله وهو شايل حافيت توريم اللي استشهدت نتيجة القصف الصهيوني، وهو بيقول لها طبعا روح الروح. أبو ضياء أو خالد نبهان اتصدر الترند خلال الأيام اللي فاتت بقوة بعد ما طلعت إشاعة إنه استشهد نتيجة الغارات الإسرائيلية، وانتشرت الأخبار دي على عدد كبير جدا من وسائل التواصل الاجتماعي، حتى بعض المواقع الفلسطينية نشرت خبر استشهاده. ولكن ظهر أبو ضياء واللي أصبح واحد من أيقونات الشعب الفلسطيني حاليا في فيديو نشره على صفحته على الفيسبوك، وأكد فيه إنه لسه حي وإنه بينتظر الشهادة. مساء الخير على كل المتابعين لأبو ضياء خالد نبهان روح الروح. أنا الحمد لله بخير ونزحت على مدينة رفح تل السلطان، والآن احنا أنا بعيش أنا وأسرتي في خيمة زي باقي الشعب. كل الناس معذبين، الآن احنا بنحتاج كيف الناس توقف الحرب، كيف كل الشعوب تفكر كيف تنتهي هذه الحرب. وبكده تكون خلصت فقرة ترندز اوف ذا ويك، ودلوقتي جه ميعادنا مع فقرة سكوب. كذب المنجمون ولو صدقوا، الجملة دي لازم كلنا نحطها في بالنا ونفهمها كويس قوي. مش معنى ان في حد من العارفين قال حاجة واتحققت طبعا ان كلامه كله صح وحقيقي ويشغل بالنا ويأثر على حياتنا. وانا بقول الكلام ده علشان دلوقتي الايام اللي فاتت كان اسم العرافة ليلى عبد اللطيف اتصدر الترند في كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا، بعد ما توقعت طبعا حاجات كتيرة جدا وحصلت، وكان من ضمنها طبعا طلاق ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي اللي كان ترند على جميع وسائل التواصل الاجتماعي. المشكلة هنا انه في ناس بجد بتاخد كلام العرافين على ان هو حقيقة مسلم بيها وبتأثر على حياتهم وافكارهم، وبيفضلوا قاعدين مستنيين التوقع ان هو يحصل. طيب ايه رأيكم قبل ما نكمل كلامنا نروح نشوف التقرير ده عن رأي الناس في القصة دي، وهل هم فعلا بيصدقوا في التوقعات ولا لأ، ونرجع نكمل كلامنا. بتصدق في كلام العرافين؟ لا مش بصدق في الحاجات دي.
ومش بؤمن بالحاجات دي خالص اطلاقا يعني. ما بؤمنش بالابراج والفلك. لا 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 طبعا، لا طبعا، لان ربنا سبحانه وتعالى في ايده كل حاجه، احنا ما بنؤمنش بالكلام ده خالص. اي حاجه عن المستقبل كده تخاريف، ان العالم الغيب كله ربنا، الباقي حتى لو توقعات او حاجه زي كده لا ما حدش صدقني، ما لهاش اي 30 لازمه. اللي هو لو خلاص طب انت عارفه ايه اللي هيحصل، عارفه انا هموت امتى اعيش امتى، فلا الصراحه انا مش بؤمن بالكلام ده، لان لا يعلم علم الغيب الا الله. مش بصدق قوي بصراحه يعني، عشان حرام اصلا شرك بالله يعني. ايه التاروت ده اصلا؟ اكيد لا، مين بيصدق في كلام العارفين؟ انا اعرف دكتوره ليلى عبد اللطيف، هي بصراحه توقعت صح على طلاق ياسمين عبد العزيز واحمد العوضي، وكلنا اصلا انبهرنا لما لقينا فعلا الموضوع حصل، لاننا ما كناش مصدقين اصلا. كانت حاجه معروفه اصلا، واكتريه الحاجات اللي بتقولها ما بتقولش وقت محدد، يعني بتقولش في اليوم كذا هيحصل ما بينهم مشكله، لا هي بتتوقع وهو كده كده هيحصل، لان ما بين الوسط الفني بيبقى فيه مشاكل كتير وطلاقات كتير. هو مبدئيا كان كذب المنجمون ولو صدقوا، فكل دي خرافات، واللي ايمانه ضعيف هو بس اللي بيؤمن بالحاجات دي. مش هي دي اللي توقعت خبر طلاق احمد العوضي وياسمين عبد العزيز؟ طيب بما ان احنا عايزين اكيد نعرف اكتر عن الموضوع، هيكون معانا دلوقتي مداخله هاتفيه من الدكتوره هند قطب استشاري الطب النفسي. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، ازيك؟ الحمد لله، حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله تمام، انتوا اخباركم ايه؟ كله تمام. في البدايه عايز اعرف من حضرتك، ليه الانسان بيصدق في التوقعات او الابراج؟ طبعا مش كل الناس، بس ناس كتيره جدا يعني، حتى اول ما بنقعد مع اي حد وتتشدي ليه يساله هو انت برجك ايه؟ طيب هو احنا طبعا لازم نبقى فاهمين كلنا ان الانسان بطبيعته عنده فضول، يعني طبعا بيحتاج ان هو يعرف الحاجات اللي هو مش عارفها، يعني دايما كل حاجه عنده مجهوله هو حابب ان هو يبقى عارف كل حاجه ممنوعه. انا طبعا دي حاجه في الغيبيات، فانا عشان مثلا اعرف شخصيتك او اعرف ان انت حد كويس ولا لا، فلو انا بؤمن بالابراج فبتيجي تسالك انت برج ايه عشان اخاف منك واقلق، ولا احس ان احنا متفاهمين ولا منسجمين ولا ايه الوضع. برضه في نفس الفكره، الحد اللي بيعتمد في افكاره او في مستقبله على ان هو يسال حد عراف او يروح مثلا لحد يعني بيقرا الطالع، بس بيقرا الطالع والكلام ده كله، او الناس اللي بيعملوا توقعات فلكيه وكده، ويبدا يتعامل معاه على ان هو اللي هيقوله هو اللي هيحصل. ممكن حد يبقى داخل في موضوع برضو مثلا مهم في حياته، زي مثلا دخل على حاجه هو عايز يعرف هتنجح ولا لا، مش قادر يستنى النتيجه، فضوله او مثلا قلقه على مجهوده يخليه ما فيش صبر، انا عايز اعرف، فيبتدي يروح للناس دي ويصدقها. يعني فضول الانسان يعني هو سبب في كل حاجه طبعا. طيب ممكن التعامل مع القصه دي على ان هي حقيقه بتاثر على نفسيه الانسان ولا لا؟ طبعا. وبعدين عشان كده احنا لازم نقول للناس اللي بتتاثر قوي بالمواضيع دي وبتاثر على حياتها، ان الناس دي مش كل حاجه على فكره بيقولوها بتبقى صح. يعني في حاجات بتيجي معاهم بالصدفه طبعا، على فكرة. واحنا بس بنسمع او الشخص ده عشان يتشهر او يبقى ليه كده بيقول على الحاجات اللي نجح فيها، لكن الحاجات اللي هو توقعها وفشلت ما بيقولش عليها، فاهماني؟ أيوة. وبعدين احنا تعالي نقول ان احنا حتى في الارصاد الجويه والحاجات اللي هي بتاعت الغيبيات اللي هي يوم بكره وبعده وبتاع، بالظبط، فعلا ما بتبقاش حقيقيه، فازاي نصدق الناس دي بشكل حقيقي بالشكل ده يعني؟ بس ده يعني ممكن يكون علم شويه، فممكن لا بصي هو في علم طبعا اسمه علم الفلك وكده، بس احنا لو هنتكلم في الكواكب والحاجات دي في حدود ان احنا بنتعرف على الشخصيات ومواليد اليوم دول بيبقوا متاثرين بكذا وكذا، يعني ده علم طبعا يحترم، لكن انا بتكلم في فكره ان احنا نطلع على الغيب من خلال الفلكيات وكده، دي مش صح طبعا. يعني احنا ممكن مثلا يعني نتنبأ مثلا بشخصيه حد، ان هو الشخص ده مثلا الناس اللي بتتولد في البرج ده بيبقوا كذا، فتلاقي فعلا في حاجات فعلا بتبقى موجوده بتخبط في شخصيتنا، وفي حاجات على فكره ما بتبقاش موجوده، تمام؟ بس فكره ان انا اقول مثلا ان ده هيتجوز وده هيتطلق، فعلى فكره يعني الفكره ان احنا ممكن يكون اصلا الشخص اللي بيقول او بيتنبأ بده عنده فكره ان الناس دي عندها مشكله في حاجه معينه، صح، او مثلا سمع او حصل حاجه احنا ما نعرفهاش هو مثلا بقدراته المعينه او بطريقته المعينه عرف يعرف الحاجات دي، فيطلع مثلا يحكي الحاجه دي، فلما تحصل احنا نقول واو ده عرف يتنبأ، فنبتدي نعتمد عليه ونصدقه، فهماني؟ فاهمه حضرتك. لكن طبعا الناس اللي بتتنبأ مش كل تنبؤاتها صح،
وساعات ناس بتعتمد على الظروف. يعني مثلا يعني بيقولوا حاجات على فكره وارد جدا ان هي تبقى في عقلنا، بس احنا لما هم بيقولوها احنا بنحس ان هم اللي قالوها. صح. لكن فاهمه احنا يعني اللي هو يا اما كده يا اما كده، فهو بيحدث كده وساعات بتيجي كده هي الصح يعني. طبعا. طيب دكتور، في قبل كده عديتي بمريض جالك عنده اوبسيشن او حاله كبيره جدا من هو بيقتنع بالدجالين او الناس اللي بتقرا طالع والحاجات دي، وكان مشكله كبيره بالنسبه له نفسيا؟ طبعا، وكانت مأثره على حياته بشكل طبعا سلبي كبير، لانه هو طبعا انت عارفه ان احنا حياتنا كلها بتقف على فكره. يعني ممكن مثلا في انسان ممكن يفشل كل حياته عشان هو حد قال له انت هتفضل فاشل طول حياتك، يعني انت فاشل وعمرك ما هتنجح، فتلاقيه طول الوقت هو متوقع الفشل فهيفشل. يعني ما بيقدرش يبذل مجهود لانه هو هيبذل مجهود ليه وهو متوقع الفشل مثلا. بس دي حالات بتبقى اكستريم شويه يا دكتور. يعني هو ايه اللي بيوصل له المرحله دي ان هو يعي يعني نفسيا هو علشان هو مصدق في الـ الناس اللي بتقرا مثلا؟ انا هقول لك حاجه، احنا طبعا كلنا عندنا يعني عندنا انكزايتي عادي، عندنا انواع من انواع القلق العادي اللي هو احنا بنقلق، عندنا حاجه بنقلق كذا. في حد بيبقى عنده صبر ومثلا قلقان ان هو مثلا عنده امتحان فهو قلقان من الامتحان قلقه عادي، وفي حد بيبقى بقى عنده مشكله عنده اضطراب قلق. تمام. في ناس بقى في القلق العادي ده من قله الصبر عندهم، يعني هم مش قادرين يصبروا مش قادرين يتحملوا القلق ده، فيبداوا يدوروا على المصادر دي. فبيجي معاهم صدفه ان هو مثلا سال حد مثلا طب انت شايف ان انا هنجح، طب انت حاسس ان انا، فقال له انا شايف قدامي اهو في الحاجه اللي قدامي دي انك هتنجح، انا شايف انك هتتجوزي، انا شايف ان الانسان ده هيبقى كويس، انا شايف ان الانسان ده هيعترف لك مش عارفه بايه بسرعه. فهي حبيبتي مستنيه وكانت قلقانه، فما يقول لها كده وبعد شويه الظروف تخدمه فعلا، وتلاقي مثلا الانسان ده قرب منها او حاجه، تلاقيها خلاص كل ما تقلق يبقى الحل في القلق ده او معالجتها للقلق بتاعها ان هي تروح للشخص ده. صح. فيبتدي حياتها كلها تعتمد عليه. في ناس من اللي بتقرا الصبح الحظ والابراج والحاجات دي اللي بتبقى موجوده كنا بنشوفها زمان، انا مش متابعه. ايوه صح. سيد الالوس كنت فعلا ممكن في يوم، يعني في يوم مثلا يقول لي مثلا النهارده يوم مش عارفه ايه وهيحصل لك فيه حاجات حلوه ويكون عندي امتحان واروح احل، تلاقيني تاني يوم الصبح جايبه الجورنال وببص بسرعه عايزه اشوف هو يعني هيقول لي ايه النهارده. طبعا. فاهماني؟ الاقيه يعني مثلا بيتكلم عن الجواز وانا رايحه مثلا امتحان ولسه طالبه، فاقول ايه ده؟ لا هو مره فعلا يعني بالصدفه جت كده، ومره لا هو بيتكلم طبعا على حاجه اصلا انا مش داخله عشان ابص عليها، انت فاهمه؟ صح. انا كنت عايزه الامتحان هيبقى سهل ولا صعب زي امبارح. طبعا. طيب لو حد سمع توقع مثلا سلبي وحس ان هو سيطر عليه وعلى حالته النفسيه، ازاي يقدر يتخلص من الاحساس ده؟ اولا هو لازم يفهم حاجه مهمه جدا، ان كل حاجه بكره دي محدش يعرفها، مفيش انسان في الدنيا يعرف الحاجات دي، يعني حتى لو هو توقع ده في جميع الاديان السماويه كمان. لا احنا بصي احنا مش يعني مش هنقول في حته الدين وكده، لان احنا ما عندناش حاجه طبعا يعني صحيحه يعني نقول عليها ان حاجه يعني ايه مثلا او حاجه، يعني انا من الناس اللي كده، فانا مثلا مش هقول كده، انا هقول ان احنا بالعقل كده ان زي ما احنا دخلنا فكره ان الشخص ده مره قال لنا حاجه، فاحنا لو دورنا هنلاقي عشرات المرات هو قال حاجات مش صحيحه. يعني زي ما احنا سالنا وحد قعد معانا وحكى ان هو حصل معاه موقف ان هو راح لفلان ده وفلان فعلا لما قال له حصل كذا، لا اسال فعلا هو كل المرات، لا هلاقي في ناس قالت ان ده نصاب وده دجال وده مش عارفه ايه وده بيضحك على الناس وده بيعمل كده عشان يسعى لشهره معينه او يتحط في وضع معين. فحتى تلاقي الناس اللي بتتشهر بالشكل ده هم الناس اللي بيخبطوا في الفنانين وبيخبطوا في الحاجات الكبيره في الاحداث الكبيره. وانا عايز اقول لك على حاجه، حتى الاحداث دلوقتي اللي الناس بتتوقعها الدجالين والناس بتوع الطاقه والكلام ده بيتوقعوها للبلاد وللظروف اللي احنا فيها، على فكره كلنا التوقعات دي جوانا. سامعني ولا لا؟ يعني احنا كل واحد فينا حاطط في دماغه 50,000 سيناريو. مظبوط. بس احنا مثلا ما مش بنتكلم في حاجه مش بنفهمها فبنسكت، لا هو بيقول السيناريوهات هي اللي في دماغنا. وفعلا احنا بيبقى في دماغنا كذا سيناريو وفي واحد منهم اللي هيمشي. بس عشان هو قال كذا حاجه، قال مثلا احتمال كذا واحتمال كذا، بس انا مثلا بميل لكذا. صح. هو بيميل للحاجه الاقرب للحقيقه عشان هو عنده معلومات مثلا عن السياسه او عن الاوضاع المعينه اللي احنا ما نعرفهاش، فيبتدي لما هو يجمع معلوماته ويدرس الموضوع صح يقول التوقع الاقرب فيحصل. صح. احنا لو دورنا جوانا هنلاقي ده كان توقع من ضمن التوقعات بتاعتنا. يعني مثلا ان مثلا واحد بيقول مثلا بنتكلم مثلا ان زي ما انا بقول طبعا الحاجه اللي مصدره الدنيا وكل الناس موضوع مثلا الطلاق والجواز اللي حصل لحد من الفنانين. على فكره هو وارد جدا فعلا ان هي لو اهتمت بالشخصيتين دول وقعدت تدور على حياتهم مع بعض وتدور وتعمل سيرش بطريقه معينه، يعني عملت بقى تبص على الموضوع، على فكره ممكن تجيب ان هم بينهم مشاكل معينه
زي مثلا من الاشاعات اللي طلعت ان هي مثلا كانت العمليه اللي عملتها مش عارفه ان هي مش هتقدر تخلف وهو كان عايز يبقى عنده اولاد حاجات كده. يعني في معلومات كتير جدا جات لنا بقى بالصدفه اليومين دول. فهي مثلا عرفت الموضوع ده وبعدين قالت مثلا ان ده هيسبب طلاق مثلا. مفهوم. ممكن يكون اي توقع نتيجه احداث احنا ما نعرفهاش. وممكن حاجه تانية يا دكتور عايز اسال حضرتك عليها. طبعا ان شاء الله يا رب يتصالحوا ويرجعوا كل حاجه. بس بس هو انا بحبهم يعني زيكم والله جدا وزعلت قوي. طيب يا دكتور دلوقتي في حاجه تانية، انت ممكن تسمعي حاجه تتحط معلومه في دماغك تصدقيها وتاكت ابون ات او تروحي تعمليها بسبب ان هي دخلت في عقلك الباطن، هل ده بيحصل فعلا ولا لا؟ اه ده حقيقي يعني ده. بس طبعا انا مش هقول لك انا بعمل كده، لا انا بقدر دايما ان انا دايما بدور على الحاجات الواقعيه. بمعنى ايه؟ هو ده شخص زيي يعني؟ انا بقول كده لما حد يجي يتوقع حاجه واحس ان هو مأثر عليا وانا نفسي اسمعه قوي عشان ارتاح عشان اعرف اللي جاي ده هيحصل فيه ايه، بروح مرجع نفسي بسرعه واقول على فكره هي انسانه زيي عندها نفس العقل عندها نفس الامكانيات ربنا اداها كل حاجه زيها زيي، فهي ازاي هتاخد حاجه يعني عندها المهاره دي او الحاجه دي بالشكل ان ربنا يديها ان هي تعرف علم الغيب؟ لا طبعا. فبقول لا طبعا، بفوق نفسي اقول لا هي متوقعه زي ما انا متوقعه يعني. مظبوط. انا متوقعه الفشل او النجاح، هي بقى عندها ميول لحاجه منهم نتيجه ايه؟ ان هي بتسمع عني يعني. مثلا على فكره انا عايزه اقول لك على حاجه، الناس دي بتسال اسئله وهم ماسكين مش عارفه انا مش عارفه اسماء الحاجات اللي هم بيستخدموها، بس بيبقى في كروت وحاجات الطارو والحاجات دي. هي بتسالك حاجات على فكره من خلال علم النفس برضو، بتبقى دارسه شويه علم نفس، ان هي بتتعرف على شويه من شخصيتك او بتتكلمي شويه عن الشخص اللي انت مثلا بتسالي عليه اللي هو داخل معاكي في الموضوع او عن 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 الاحوال المحيطه بالموقف اللي انت بتحكيه لها، وبتقدر تستنتج اقرب استنتاج على فكره. يعني هي بتبقى بره الدايره فبتشوف حاجات انت مش شايفاها، فتوقعاتها فعلا ممكن تبقى صح، بس هي متوقعه بناء على المواقف اللي انت اديتيها لها، مش هي دخلت في علم الغيب. مفهوم. فانت طيب لو رحتي لدكتور نفسي اساعدك مثلا في الحل او حاجه على فكره الموضوع هيبقى منطقي اكتر. لكن هم لو يبقوا صراحه مثلا يجوا دغري معاكي يقول لك احنا درسنا الموضوع فطلعنا بالنتائج دي، لكن لا هو مفيش صراحه، احنا بنقول ان احنا عندنا طالع وبنقدر نشوف مش عارفه ايه وعندنا امكانيات ايه، لا طبعا مفيش الكلام ده. طبعا. طيب دكتور هند هسال حضرتك اخر سؤال، حضرتك تقولي ايه للناس اللي هم الموضوع بالنسبة لهم ان هو بيسمعوا الحاجة وبجد بتبتدي تأثر على نفسيتهم جدا وبيبتدوا يتعاملوا مع الحاجة كأنها خلاص هي دي اللي هتحصل فعلا؟ طيب اولا احنا عايز اقول حاجة، ان انت الشخص اللي بينقل لك الخبر او الحاجة اللي انت عايز تصدقها هو انت اصلا كان عندك استعداد للحاجة دي، يعني انت بتصدق عشان انت عايز تصدق. تعالى نقول ان انت تمشي عكس الاتجاه، جرب مره مثلا انك تقول ان الحاجه اللي مثلا حد مثلا قال انك حياتك هتبوظ بعد سنه، انك مثلا لا قدر الله هيجي لك مرض وهتموت بعد سنه، انت هتلاقي حياتك وانت وقفتها لان انت ما عندكش، يعني ما هو احنا بنتكلم في حد خد الموضوع بشكل سلبي صح؟ صح. اثر على نفسيته طبعا. هو هيوقف حياته لان هو عارف ان هو هيموت، فمثلا مش لو كان مثلا بيدرس حاجه معينه هيوقف الدراسه، لو كان بيعمل مشروع معين مش هيكمل المشروع، لو كان مثلا عنده ولاد عامل لهم خطط مستقبليه معينه هيروح يستعجل ويبدا يشيل الناس اللي حواليه هم ان هو خلاص هيموت ودي نهايه الحياه. وعايزه اقول لك ان الوهم ممكن يعمل كده، يعني مجرد ان انا اتوهم انا ممكن اوصل لمرحله ان انا اعيا، لو انا حد وهمني مثلا دكتور قال لمريض انت عندك مثلا القلب شخصه غلط وهو ما عندوش القلب، بعد شويه هو بيبتدي يخش يسيرش ان مثلا مرض مثلا نقول مثلا الذبحه الصدريه مثلا الازمه القلبيه، هيخش يعمل اي حاجه على جوجل هيجيله اعراض، هو هيحس بعد لو هو واثق في الدكتور ده وعارف ان هو كلامه صح يبدا يجيله الاعراض دي. فانا مش عايزه حد يصدق حاجه من غير ما يبقى عنده دليل، لازم نحترم عقلنا ونحترم ان ربنا مميزنا بعقل. فمش ما ينفعش حد يقول لنا على حاجه نمشي وراه على طول. صح. لا طبعا العقل ده ربنا ميزنا بيه عن الحيوانات، يعني بمعنى ان انت طبعا في حاجات احنا بنمشي وراها، يعني حتى امور الدين والحاجات دي احنا بنسمع حاجات بس لازم نعقلها، يعني ما تعملش حاجه انت مش مقتنع بيها، لازم تحترم عقلك وتحترم تفكيرك وتدور على 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 دليل لكل حاجه. اي حاجه هتاثر فيك بالشكل ده، دكتور قال لك حتى لو دكتور قال لك هتموت ما تكتفيش بالدكتور ده. صح. روح لدكتور واثنين وثلاثه. حد قال لك مثلا ان انت انسان فاشل، لا دور في عقلك على حاجات انت نجحت فيها هتلاقي نفسك انك مش فاشل. وكمان يا دكتور يعني احنا برضو عايزين نقول مشاهدينا ان حتى لو صدفت ان المنجم ده صدق ما ينفعش ان هم يصدقوه، لان هي على فكره زيك زيها بالظبط لما بتبقى قاعد وبتقول انا احتمال اعمل كذا او احتمال ده يحصل. هي عموما بشكر حضرتك جدا يا دكتور، والدكتوره هند قطب استشاري الطب النفسي بشكرك على وجودك معايا.
وبكده تكون خلصت فقرة سكوب. ويسرى زي ما احنا عارفين قضت عمرها كله للفن، وعشان كده طبعا نشرت فيديوز كتير لكواليس اعمالها وبوسترز كتير جدا لاعمالها الفنيه. من الانستغرام نروح لفيسبوك، بيتابع يسرى 2 مليون و800 الف فولور، وهي بتتابع 23 اكاونت منهم منى زكي، ليلى علوي، منى شلبي. واخر بوست نشرته عن عمل مسرحي بيجمعها مع احمد عز وكواليس كشفتها لاول مره مع رايا ابي راشد. وبكده نكون وصلنا لنهايه السوشيال لاب. ساعات بتفصلنا عن أول يوم من أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب، واللي هيكون تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، واللي مقرر إن هو هيستمر لحد يوم 6 فبراير اللي جاي. وطبعا ما نقدرش ننكر إن معرض الكتاب هو واحد من أهم الفعاليات الثقافية المهمة واللي بيستناها كتير من الناس سواء في مصر أو برا مصر من السنة للسنة. ولأننا عايزين نعرف أكتر عن المعرض وعن أهم الفعاليات اللي هتكون فيه، هيكون منورنا في الاستوديو البوكتيوبر إيمان يحيى. إزيك يا إيمان؟ إزاي حضرتك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله بخير. انا مبسوطه ان انت جيتي تاني. انا مبسوطه اكتر. ميرسي يا ايمان. بصي يا ايمان، انا اول حاجه هسالك عليها طبعا هو معرض الكتاب. ناس كتير جدا بتروح المعرض فاكرين ان هم رايحين عشان يشتروا كتب فقط، فاحنا عايزين ندي زي ملخص لمعرض الكتاب هو بيكون فيه ايه. هي الناس فعلا عندها فكره مغلوطه انه انا رايح معرض الكتاب عشان اشتري كتب، which is اللي ما بيحبش الكتب بيحس ان الموضوع ممل جدا ودمه تقيل، وايه الحلو في اني اروح معرض الكتاب؟ بالظبط. خد بالك ان بيزوروا ملايين كل سنه، فاكيد طبعا الناس دي كلها مش رايحه بس عشان تشتري كتب. لان المعرض بيكون فيه فعاليات كتير جدا، في فعاليات غير الندوات الثقافيه وغير الحاجات برضو اللي هي ريليتد بالكتب، في عروض مسرحيه وفي عروض ميوزك وفي كمان فعاليات تانية ومناقشات تانية خارج خالص موضوع الثقافة والأدب والفكر، حاجات بتتكلم حتى عن الذكاء الاصطناعي، يعني حاجة ملهاش علاقة بالكتب، ولكن في فعاليات كتير جدا بتكون غير فكرة ان انا رايح اشتري كتب، هي خروجة حلوة. كمان الناس مش فاهمة ان المكان مش ممل على الاطلاق، بالعكس كافيهات مطاعم مزيكا في كل مكان، فانت ممكن تعتبرها خروجه حلوه زي ما بتخرج مع اصحابك. الفرق الوحيد ان انت قدامك مكان بيجمع عدد كبير جدا من دور النشر وعدد كبير جدا من الكتب، حتى لو مش بتحب القراءه بس ممكن، يعني ممكن تدخل تلاقي ان انت حابب تشتري كتاب معين او حابب تجرب او تعيش التجربه دي، فهي تجربه تستحق ان انت تاخدها ولو لمره واحده في حياتك علشان تقتنع ان هي مش ممله. طب ايه اللي بيميز معرض الكتاب السنه دي عن السنين اللي فاتت؟ هو معرض القاهره الدولي للكتاب كده كده هو معرض مميز جدا، لان هو المصنف رقم 2 على العالم في معارض الكتب، وهو كمان الاكبر عربيا من حيث عدد الزوار ومن حيث عدد دور النشر ومن حيث عدد الكتب الموجوده فيه والمساحه. ولكن السنه دي في اكتر من 1200 دار نشر موجودين في المعرض، في اكتر من 70 دوله من مختلف الثقافات في العالم موجوده في المعرض، وده رقم كبير جدا، لانه انا فاكره ان اكبر رقم تقريبا كان 38 دوله تقريبا السنه اللي فاتت. ف 70 دوله ده تقريبا الضعف، فده رقم كبير جدا، معنى كده ان هيكون في تنوع ثقافي كبير، معنى كده ان هيكون في كتب كتير جدا مترجمه، وهيكون في فعاليات اكتر. الفعاليات على حسب كلام دكتور احمد بهي الدين رئيس الهيئه العامه المصريه للكتاب هتوصل ل 550 فعاليه، فده عدد مهول من الفعاليات، منها زي ما قلنا حاجات مسرحيه، منها امسيات شعريه، منها حاجات بتتكلم عن يعني حاجات مش مرتبطه خالص بالكتب والقرايه لو في ناس ما بتحبش ده. فالمعرض السنه دي مميز بس في فكره ان العدد اكبر او ان هو بمساحه اوسع من قبل كده، ولكن معرض القاهره الدولي للكتاب طبعا هو مناره للعلم والثقافه، يعني هو المعرض الاهم في الوطن العربي ومن اهم المعارض في العالم يعني دايما طبعا. حتى مش السنه دي بس. طيب كلميني اكتر عن تكريم اسم الدكتور سليم حسن كشخصيه العام للمهرجان. دكتور سليم حسن طبعا هو رائد علم المصريات وهو عميد الاثريين، هو شخصية معروفة جدا جدا عند المتخصصين أكتر، يعني الناس شوية ما يعرفوش عنه، ولكن الرجل ده كان له فضل كبير جدا علينا كمصريين وعلى الأثريين كمان، في إن هو طبعا صاحب موسوعة مصر القديمة بتتكون من 16 جزء زائد جزئين عن الأدب في مصر القديمة، فهي كلها 18 جزء. الموسوعة دي هي مرجع لا غنى عنه سواء للأثريين نفسهم أو للناس اللي بتحب تقرأ في المجال ده، غير إن هو كان أول وكيل عام لمصلحة الآثار المصرية، وكان أمين مساعد في المتحف المصري.
وهو أول مصري يتم تعيينه وكيل عام لمصلحة الآثار. في الوقت ده كان الأجانب بس هم اللي متاح ليهم إن هم يعينوا في الوظائف دي، فده سبب هجوم كبير عليه، خاصة إن هو لما سافر برا مصر لبعثات برا مصر فلقى إن الآثار بتاعتنا موجودة برا كتير، في آثار مصرية موجودة في فرنسا كتير، هو يجيد الألمانية والإنجليزية والفرنسية، فبدأ يكتب مقالات إن إحنا عايزين نستعيد الآثار دي تاني وعايزين نستعيد الآثار المصرية تاني، وبدأ الحاجات دي يكون ليها صدى كبير جدا. الملك فؤاد الأول وقتها أعجب جدا بحبه للآثار المصرية وحبه للتراث المصري، ووقتها كمان هو اللي أقنع الملك فؤاد الأول إنه يخرج التحف الأثرية الموجودة عنده في القصر ويوديها المتحف المصري. فده كله عرضه للهجوم طبعا من قبل الفرنسيين والأجانب طبعاً. وتم إقالته من وظيفته في عهد الملك فاروق بسبب الهجوم ده. وقتها قال: إلى الذين أرادوا الإساءة لي فأحسنوا وأرادوا وأبعدوا بيني وبين الوظيفة فقربوا بيني وبين الإنتاج وحب وخدمة الوطن. وفعلا موسوعة مصر القديمة تم تأليفها على مدار 20 سنة، لولا أنه تم إقالته عن وظيفته اللي كان بيحبها طبعا ما كانش هيكون في موسوعة عظيمة زي دي موجودة. واكتشافاته الأثرية بتتخطى 170 اكتشاف أثري، فهو رجل ليه إسهامات كبيرة جدا، ويستحق أن الناس كمان على اختلاف ثقافتها وعلى اختلاف اهتماماتها تعرفه زي ما المتخصصين عارفينه. فدي حاجة مميزة جدا في معرض الكتاب السنة دي بصراحة. طيب إيمان، أنا عايز أسألك على حاجة دلوقتي. لو واحد ما كانش بيقرأ وعايز يبتدي يقرأ ومش عارف، لما بيدخل سواء المعرض طبعا او اي مكتبه يشتري منها كتاب، المفروض هو يدور على ايه؟ يعني مثلا هو لسه ما عندهوش باشن او حب لحاجه معينه، اول حاجه المفروض لما الشخص يكون عايز يبتدي القراءه يعمل ايه؟ انا ليا طريقه خاصه كده دايما بنصح بيها اصدقائي اللي مش حابين ان هم يقراوا او مش عارفين ازاي يقراوا، ان انا بطلب منهم يبصوا على اخر 6 شهور في حياته. ايه الحاجات اللي لو كنت انا قرات فيها كانت فرقت في مواقف معينه انا مريت بيها الفتره الاخيره في حياتي. اوكي. مثلا قضايا معينه تم طرحها مؤخرا اكتشفت ان انا معلوماتي فيها ضعيفه. فدي المفروض تكون في قائمه اولوياتي في الكتب اللي انا هدور عليها. انا كنت عندي فقدان للشغف في فتره من حياتي او مكتئب. فانا في كتب معينه محتاجه اقراها وليكن في علم النفس او في التنميه الذاتيه. انا مثلا في موضوع كتير بتعرض للنقاش ليه او بسمع عنه كتير، انا في شغلانه جديده بتحتاج مني مهاره قياديه فانا محتاج اقرا اكتر في المهارات القياديه ازاي اتعامل. المواقف اللي بنمر بيها في حياتنا بالنسبه لي هي اكتر حاجه ممكن تحدد بوصله صح ان انا ازاي او ابدا بايه، لان في فرايتي كبيره جدا، في الاف الكتب وفي كتب كتير حلوه، في كتب كتير مفيده، بس الشخص علشان يتعلق بالقراءة هو محتاج يقرأ حاجة بيحبها طبعا بالضبط، ويحس ان هي فعلا فعلا أثرت في حياتي. فهو لازم يبص على نقاط الضعف اللي عنده، على المواقف اللي هو مر بيها قبل كده، ويبدأ يعالجها من خلال القراءة. انا بالنسبة لي دي من انسب الطرق اللي ممكن تعلق الشخص طبعاً. فعلا بان هو لا، القراءة فرقت في حياتي، القراءة انا فعلا لو كنت قرأت الكتاب ده من شهرين كان ممكن انا اعرف ارد في موضوع معين، ممكن اكون معجب بثقافة شخص جدا مش عارف اكون مثقف زيه ازاي، مش عارف اتكلم زيه ازاي. هتقرأ في نفس المجال اللي انت شايف انه مثقف فيه، هتبدأ واحدة واحدة تكون معرفة شبيهة، هتبدأ واحدة واحدة تعرف، هيبقى ده كله جايد ليك ان انت تعرف تقرأ في ايه بعد كده. فالمواقف اللي هو مر بيها هي انسب وسيلة. طبعا لما يكون رايح معرض الكتاب لاول مرة، انا كنت لسه هسألك يعني يبتدي بايه؟ ان يكون في لست قبل معرض الكتاب، دي من اهم الحاجات في الدنيا اللي لازم تتعمل، لان الميزانيه مهما كانت كبيره، انا بالنسبه لي اللي نازل ب 500 جنيه زي اللي نازل ب 10,000 جنيه. ايوه. الميزانيه ممكن تخلص وانت ما رحتش قاعه 2 حتى، فهو لازم يكون في لست مرتب فيها اولوياته. وعارف انا محتاج اقرا في موضوعات ايه اكتر، زي ما قلنا بناء على حاجات هو اتعرض ليها قبل كده، حاجات هيعملها بعد كده. يعني انا مثلا لو مسافره اجازه ومحتاجه حاجه تسليني، فانا ممكن تكون الروايه في قائمه اولوياتي. لو انا عارفه ان انا عندي نقاش في حاجه معينه قريب، او في حاجه على حسب انا محتاج الكتاب ده ليه، هو يقدر يحدد بناء على حياته هو ايه الاولويات بالنسبه لي. بس الليست دي حاجه مهمه، ان هو يكون عارف الكتاب ده صدر عن دار نشر ايه، موجود في دار نشر ايه، مكانها فين في المعرض، علشان ما يتوهش وما يحسش ان الدنيا ملخبطه ويكره اليوم كله. فلازم يكون في ليست فيها كل الكلام ده، وبعدين بقى هو يروح يعني سواء يجيب الكتب دي على طول، ياخد راوند الاول يشوف المعرض كله، يشوف الخمس قاعات كلهم براحته طبعا، بس ما ينفعش يروح هو مش عارف هو يعمل ايه، لان
حقيقي الميزانيه هتخلص وهو لسه ما عملش اي حاجه. طب هو قرر هو بيعدي بانهي فتره من حياته وبناء عليه هيشتري كتاب ليه علاقه مثلا بالسايكولوجي او بعلم النفس. بنلاقي بعد كده 16,000 شلف في 1,000,000 كتاب، نعرف ازاي ان هو ده؟ او اكيد ممكن ما تبقاش من اول مره، بس يعني ممكن اجيب كتاب ما يشدنيش بعد كده اجيب كتاب تاني يشدني، بس برضو احنا بنفكر واحنا بنشتري كتاب انا مش عايزه اشتري 10 كتب لحد ما الاقي كتاب بيشدني وابقى عايزه بجد اقراه. في اكتر من طريقه، في البوك ريفيوز طبعا، يعني في مثلا جود ريدز ممكن ادخل واشوف تقييمات الناس للكتاب ده، وان انا ابدا يعني اعمل ريسيرش كده او ادور عن 10 كتب في علم النفس واشوف اقربهم للي انا محتاجه، اللي انا محتاج اعرفه. هل انا مثلا محتاج اعرف مدخل في علم النفس فانا عايزه اجيب الموضوع من الاول خالص، فابدا مثلا بكتاب مبادئ اسس علم النفس ومبادئ التحليل النفسي والموجز في التحليل النفسي لفرويد، ولا انا مش محتاج كل الكلام ده وعايز مثلا كتاب علم النفس حيث لا يوجد طبيب نفسي مثلا يشرح لي الاضطرابات والحاجات اللي ممكن تكون موجوده عندي وانا مش عارف، ولا عايز اقرا عن اشهر 50 خرافه في علم النفس بس، او ان انا يعني هو على حسب هو مهتم بايه يبدا بقى ان هو ينتقي كتاب او اتنين يبدا بيهم يعني. لكن يبدا بايه تحديدا طبعا بتختلف من شخص للتاني. طب انت يا ايمان ايه اكتر نوعيه كتب بتحبي ان انت تشتريها وتقريها؟ دي مشكلة كبيرة عندي على كل حاجة أنا متخيلة. الفكرة أن الجمهور بيحب أكتر الروايات طبعا، وأنا مش قارئة روايات ناهمة على قد ما أنا بعشق الكتب اللي بتناقش أفكار فلسفية. فأنا أكتر كتب بحب أقرأها الكتب اللي بتناقش فكر، بتتكلم في موضوع مثلا فلسفي، كتب بتتكلم عن طرق التفكير. فدي الكتب اللي انا بحبها، which is مش بعرف ارشحها كتير للناس عندي، لان الناس بتحب قوي حاجات يعني اسهل علشان يحبوا القراءه اصلا ومش جاي اعقدهم يعني. طبعا. بس انا عن نفسي لا، بحب كتب علم النفس وبحب الكتب الفلسفيه، وطبعا وبيجي في المقام الثالث الكتب التاريخيه. طيب لو حد عايز يحبب اولاده في القراءه وانا منهم، تنصحي بايه يا استاذه ايمان؟ يعني هرجع لتجارب الناس اللي كانوا دايما حبوا القراءة وطلعوا كتاب وأدباء، هم كانوا دايما بيتكلموا إنه البيت عندهم كان بيحسسهم إن القراءة دي حاجة طبيعية في الحياة. يعني ليه الولاد مش بيحبوا الدراسة مثلا؟ عشان هم بيحسوا إن دي حاجة مفروضة عليهم طبعا، حاجة صعبة، حاجة دمها تقيل، ذاكر اعمل كذا. أسهل طريقة لتعليم طفل أي حاجة إن أنا أحسسه إن ده طبيعي في حياتي أنا طبعا كأب. صح، أو مظبوط. لما يشوفني ماسك الكتاب، معلش تعالى على نفسك امسك الكتاب مثل، انا يعني ما عنديش حل غير كده، انا امسك الكتاب حتى بالظبط. انت مضطر ان هو يشوف ان ده الطبيعي عندك علشان هو يبدا يحس انه دي حاجه طبيعيه في يومي. انا ممكن يعني يلاقي مكتبه في البيت، دي حاجه طبيعيه مش غريبه. يلاقي بابا بيقرا، ماما بتقرا، تبدا ان انت تستشيره في حاجات موجوده في كتب. ف ان انت تحسسه ان ده طبيعي، لكن ما تحسسوش انه في حاجه اسمها القراءه وان في حاجه مهمه قوي لازم تكون عندك اسمها القراءه هتطلعك عبقري. لما الموضوع طبيعي يعني، هي اصلا المشكله ان القراءه اساسا حاجه اساسيه في الحياه، الناس بتتعامل معاها ان هي موهبه موجوده عند ناس مش موجوده عند ناس، وهي من اساسيات الحياه. حتى في الدين هي من اساسيات طبعا. الدين اقرا صح. يعني فهي المفروض نتعامل معاها كشيء طبيعي جدا، وان انا ابدا بقى اعوده حاجه مثلا زي معرض الكتاب في جناح مخصص للطفل، فاخد ولادي ان شاء الله كده. ايوه ده في لعب كمان وفي حاجات قد كده بالظبط، واوديه المعرض. وبرده معرض الكتاب ده فرصه حلوه جدا ان انا احسس اولادي ان كل سنه في حاجه اسمها معرض الكتاب، دي حاجه كده اساسيه يعتبروه عيد قومي يعني لازم نعملها كل صح. سنه. طيب هسالك سؤال انا عارفه انه هيبقى صعب عليكي قوي، مين هو الكاتب المفضل ليكي؟ لا هو صح، مش عايزه لسه. لا مش صح بجد، افتكرتك هتديني لسه طويله عريضه يا ايمان. لا العقاد طبعا، الله يرحمه جبار الكلمه، عباس محمود العقاد هو المفضل ليا. الرجل اللي يعني اتولد في الصعيد في اسوان وما اتعلمش، او عشان اكون دقيقه اكتر يعني مش التعليم النظامي المعروف بصورته المعروفه، ولكن علم نفسه بنفسه وقدر ان هو يجي للقاهره ويعتلي عرش الادب والفكر بلا منازع. يعني حتى خصومه اللي كانوا موجودين وكانوا كتير، ما فيش حد يقدر يطعن في علم العقاد مهما حصل. ممكن في حته يعني ممكن هو كان عنده نقطه ضعف في الشعر مثلا، ولكن فكر العقاد يعني لا يعلى عليه.
مش لأنه الأفضل فكرا، ولكن العقاد لو تناول موضوع معين عشان يتكلم فيه فهو بيشرحه كأنه بيعمل عملية، زي ما بيقولوا بيجيب أخر، بيحيط بي يعني جملة وتفصيلا. فالعقاد بالنسبة لي هو بيحترم ألمه وبيحترم عقل القارئ وبيحترم حق القارئ في الفهم، فيبدأ يشرح ويتناقش ويسأل الأسئلة ويرد عليها ويتناول كل وجهات النظر. وأنا بختلف معاه في حاجات، يعني أنا مثلا رأيه في المرأة أنا بختلف معاه عادي، يعني أنا مش بحكم على حبي لكاتب معين من إن أكون متفقة معاه 100% في طبعا كل أفكاره. لابد من وجود اختلافات وده شيء عادي، ولكن يظل العقاد بالنسبة لي هو كاتبي المفضل دائما وأبدا. يعني أنا بالنسبة لي الراجل ده تحديدا هو أيقونة الفكر والأدب في زمانه طبعا. فأكتر وقت كانت الشهادات فيه ليها اعتبار، يعني كان طه حسين راجع من فرنسا معاه شهادة، معاه دكتوراه، وكان زكي مبارك معاه 3 شهادات. فجاء العقاد هو كان عنده احساس انه انا مش اقل من كل دول، ففي وجهه نظري انا الشخصيه فكان هو المناسب المنافس الافضل لكل الناس دي او يعني الاكثر تنافسا معاهم. يعني ايمان، حاسه ان عدد الكتاب زاد عن زمان ولا لا؟ زاد جدا، زاد قوي، زاد لدرجه كبيره. يعني دي حاجه كويسه ولا لا؟ هو الموضوع له شقين بالنسبه لي. كان المفروض تكون حاجه كويسه، ولكن الطريقه اللي تم تنفيذ يعني تنفيذ الشيء ده بيها ما خلاهاش حاجه كويسه. يعني حلو ان يكون في كتاب كتير، يا رب الناس كلها يكونوا ادباء وكل الناس طبعًا مفكرين وكل الناس فلاسفه، ولكن الحقيقه انه الكتب اللي بينتجوها بقى ايه؟ يعني كل حد مر اللي فتح مشروع ناجح عمل مدمن نجاح، واللي مر بتجربة اكتئاب وطلع منها بيروح يحط صوره في الكتاب لما كان مكتئب وصوره بعد ما بقى مش عارفة ايه. فبتبص في الاخر على المحتوى الثقافي مفيش. فانا مش هكون مستفيد حاجة، لان انا كده بقى عندي مشكلة كبيرة جدا، ان انا بقى عندي قراء كتير ومثقفين قليلين قوي، قراء كتير قوي وقليل جدا اللي عندهم علم حقيقي. يعني فانا عدد القراء زاد تمام، بس مش عدد المثقفين زاد، صح، ومش عدد الناس اللي بتفهم زاد، لانه هما بيقراوا ايه وبيقراوا لمين. ففكره ان انت تعمل روايه في الاول وفي الاخر هي حاجه يعني ممكن نسميها كده زي الافلام بتاعه الجمهور اللي هي تجيب ايرادات يعني. فانت تعمل روايه بس للمراهقين تبيع بيها، وتعمل مثلا كتاب لان انت عندك عدد فولورز معين فتقدر انت تجمع برضو عدد من القراء، فهم بيشتغلوا على ده اكتر من المحتوى. ولكن طبعا ما بنلومش الكتاب نفسهم، الاول في الاخر كل واحد حر ان هو يخوض تجربته وان هو يحاول. بنلوم بقى دور النشر طبعا، يعني ان ما فيش رقابه على ده، ما فيش رقابه على ما يتم نشره وعلى المستوى الادبي او المستوى الثقافي اللي بيتم تصديره للناس. فللاسف يعني اللي تم تطبيقه على أرض الواقع لا، هي مش حاجة كويسة أبدا، لأنه أي حد بيقرأ كتابين 3 حتى لو الكتابين دول محتواهم ما فيش محتوى أصلا، الناس بتكون فاكرة أن خلاص أنا كده تعلمت. يعني اتعلمت، أنا عارف كل حاجة بالضبط. طيب شايفة أن الناس لسه مواظبة على القراءة في عصر السوشيال ميديا ولا قلت عن زمان؟ هي برضو نفس المعضلة، هي الفكرة كلها أنه زمان ودلوقتي المقياس اختلف. الناس ممكن تكون بتطلع دلوقتي كتير، وفي كتب طبعا مسموعه وفي كتب PDF والدنيا بقت اسهل بكتير، فلا الناس ستيل بتقرا وستيل بيسمعوا ناس بيرشحوا كتب فبيدخلوا مثلا يقراوها اونلاين او بيسمعوها او كده. ولكن برضو هي الفكره في انه الكواليتي بتاعت القرايه، يعني زمان كان الشخص بيقعد يقرا لان هو عايز يشوف المفكر ده او الاديب ده بيناقش فكره معينه، فيقعد مع اصحابه بالليل حتى لو قاعدين على القهوه فيقعدوا عاملين زي صالون ثقافي كده بيتكلموا مع بعض، شفت العقاد بيقول ايه للرافعي، شفت الرافعي بيقول ايه على العقاد. دلوقتي الموضوع بدا ياخد شكل الموضه شويه، فحلو يعني هرجع واقول هو حلو ان الناس بتقرا، بس الفكره كلها انه نحاول نخلي الموضوع شويه فيه قيمه حقيقيه أو فاليو حقيقية. ولكن السوشيال ميديا لا، هي ما قللتش، يعني أنا مش شايفة السوشيال ميديا بالجانب السيء اللي الناس كلها بتتكلم عنه. أنا شايفة إن بالعكس هي بتساعد الناس إن هي تحس إن هي مش لوحدها، بالعكس في ناس كتير كانت فاكرة إن أنا بس اللي بقرأ. السوشيال ميديا بدأت تحسسهم إن إحنا كتير، يعني كلنا بنحب القراءة وكلنا بنحب نقرأ. فزي مثلا ما بنتكلم على معرض الكتاب دلوقتي
في فرق كبير ان ممكن ناس زمان ما تسمعش عن معرض الكتاب غير في التلفزيون صح، بس دلوقتي السوشيال ميديا هيفتحوا هيلاقوا بوست على الفيسبوك، فيديو على يوتيوب، فيديو على تيك توك على هنا، فهيسمع كتير عن معرض الكتاب، فممكن يقول طب اروح اجرب، اروح اشوف الدنيا فيها ايه. فلا السوشيال ميديا ما قللتش من حب الناس للقراءه. ايه الجديد عندك على الصفحه بتاعتك انت؟ غششينا بقى. طبعا احنا في سيزون زي ما بيقولوا، فهيكون في فلوجز من معرض الكتاب، وهيكون في لقاءات مع كتاب، وهيكون في لقاءات مع كتاب من حفلات التوقيع بتاعتهم طبعا. وهروح دور نشر بعينها، وهبدا اعرف الناس على احدث الاصدارات، ايه يجيبوا كتب للاطفال منين، يجيبوا كتب علم نفس منين، ايه الخصومات الموجوده، هي كلها يعني كل محتوى ريليتد بالكتب. يعني الفتره الجايه كتير قوي عشان معرض الكتاب. طيب هتكوني موجوده يوم ايه بالظبط عشان المشاهدين يبقوا عارفين ويروحوا يتصوروا بقى ويكلموك شويه؟ انا موجوده اول يوم، موجوده يوم 25، موجوده يوم 26، موجوده يوم 28، موجوده انا بقيت هناك، انا عايشه هناك صح. انت هتعيشي هناك؟ انا عارفه ان انت هتعيشي هناك يا ايمان. ايوه بالظبط، بس يعني اهم حاجه ان يوم 25 و26 انا موجوده، ده اساسي. ميرسي يا ايمان جدا جدا جدا، نورتيني كالعاده. شكرا ليك، وببقى مبسوطه دايما وانت موجوده معايا، لان مش بس بتثقفي الجمهور، انت كمان بتثقفيني يعني. شكرا ليك يا ايمان، انا كمان بكون مبسوطه جدا. ميرسي يا حبيبي. شكرا. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، شكرا ليكم، ونشوفكم الاسبوع الجاي ان شاء الله في نفس الميعاد.